بسم الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواه. قلنا السورة دي ما لا أكدت على أن الرسالة حق لا وهم، وأن الذي أنزل على القرآن هو القول الفصل والقرآن، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الفاصل فيما بين التوحيد والشرك، شرك اللئام، فأكد على هذه الحقيقة، حقيقة الإله الواحد سبحانه وتعالى، وحقيقة كلامه العزيز الذي لا يطال لا تغيير ولا إفساد، وربي هو ضامن صلابة بالتعازي لمقام كلية القرآن، التسليم فلا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من وأنا خلفه سميع كما أراد الرحمن. مولانا نعود الإمام إن شاء الحفيظ الله تعالى. القائم.